شاهد البث المباشر مباشرة من طريق الرابطة بين سليمان والقارة، وأمامكم على الصورة الطريق شبه فارغة في نهاية هذا الأسبوع وعلى غير المعتاد، وكانت تكون الطريق شيئا ما فيها السيارات في نهاية الأسبوع، لكن السبب الرئيسي وراء ذلك فكاين حرارة جد جد مرتفعة اليوم، تحب كاين واحد الجو مزموط بهذا المعنى وحرارة مرتفعة. الصورة أمامكم مشاهدي قناة شوف تي في، وضعكم أمام الصورة ونقول لكم هذه الأجواء المباشرة مباشرة من نواحي بن سليمان، وبالضبط بين الطريق الرابط بين بن سليمان والقارة، فجو ساخن ساخن لدرجة كبيرة ومزموط بهذا المعنى، الجو مزموط لواحد الدرجة كبيرة وكبيرة بزاف. الفلاحين والناس اللي قاطنين بالبادية، لأن رأس مالهم هو الماء بهذا المعنى، الماء والشتاء. إذا كانت الشتاء فالعروبية كيكونوا ناشطين، ما كانت الشتاء فتكون القادية الله يحفظ القادية صعيبة عند العروبية، لأن عندهم البهيم ديالهم والكسيبة كيعتمدوا على الماء وعلى الربيع وعلى الآبار. نتمنوا الخير إن شاء الله. إذن الصورة أمامكم واضحة، جو مشمس لواحد الدرجة كبيرة، والجو مزموط بين قوسين بهذا المعنى، الجو مزموط مزموط مزموط. نتمنوا الخير إن شاء الله، وما بقى لي إلا نودعكم في هذا النقل المباشر. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء، نهاية أسبوع موفق.